أهل المتابعين الكرام، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. فضلا وليس أمرا أنكم تابونوا معنا وتفعلوا الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد معنا بإذن الله. وما تنسوش اللايك إلى عجبكم محتوى. اليوم جينا فيديو جديد، فيديو اللي هنهضروا فيه على سعد المجرد والتصريح اللي عطى مور ما نجحت له الأغنية ووصلت له المليون تبارك الله، وصل عند بي في أقل من 24 ساعة. المهم أخوتي ها شنو قال، خليكم معنا. فرحان نشكركم هاد العمل الذي صور في بلدي الحبيب المغرب، عمل مغربي قح بكلمات وألحان وتوزيع صديقي رفيق الدرب المتميز دائما جلال الحمداوي، وإخراج مغربي أيضا من إبداع الصديق ذو النظرة الفريدة من نوعها محمد علي. ومن صميم القلب أود أن أشكر أخي الغالي عمر لطفي محبوب المغاربة بدون استثناء، وعلى المستوى الشخصي ليس له مثيل في طيبوبته، بحيث أنه مستعد دائما لبذل كل ما في جهده لإنجاح العمل. كذلك أختي الممثلة المتألقة صفاء حبيريكو، التي رغم ظروف الحمل كانت أثناء التصوير في غاية الاحترافية. وبالطبع أشكر صديقي رشيد رفيق الذي خلق جوا فكاهيا كعادته وقام بدور أعطى لمسة رائعة للكليب. وأشكر أيضا النجمة الصاعدة وصال على خفة دمها وأدائها، كما أود أن أشكر حفصة على مشاركتها أولا معنا وعلى ابتسامتها الدائمة التي نشرت طاقة إيجابية في معظم المشاهد. وجزيل الشكر خويا محمد أمين الذي نشر روح جميلة بيننا. كل التوفيق والتقدير لجميع الممثلين. أشكر كل من شارك في أشخبارك فردا فردا، وأؤكد على هذه العبارة فردا فردا، على وقتكم واحترافيتكم واحترامكم لي ولكل من ساهم في إنجاز هذا العمل. شكرا أحبابنا في منتجع مزكان على خدمتكم ورقيكم معنا. أزياء رائعة، شكرا جزيلا لك أختي دنيا، ميكاب والشعر حبيبي وأصدقائي صلاح الحلولي وأنا، جمهوري القوي الوفي الصامت، كنبغيكم ما عمري نسيتكم ولا غادي ننساكم، الله يسعدكم والله الله يحرمنا من بعضنا. وفي مسك الختام أود أن أنهي كلمتي بأجمل العبارات وأحبها لقلبي، الله يبارك في عمر سيدي، هذا العمل كنهديه لكم. نعم سيدي، كما شفتوا أخوتي في الرقي ديال سعد المجرد، لأنه كيشكر كل واحد بالاسم ديالو وكل واحد كيعطيه القيمة ديالو اللي كيستحق. هذا هو الرقي ديال الفنان ديالنا سعد اللي عرفناه فيه، والجود والكرم ديالو. كنتمنى له كل التوفيق وهنيئا له على النجاح ديال الأغنية ديالو أشخبارك من هذا المنبر.